يلا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. خير حبيبي لاباس؟ فين بخير؟ لاباس صافا. انت كلشي مزيان؟ الحمد لله. شكون معانا؟ معك اميره وطنجه. اميره يا اميره طنجه، والله على طنجه والله. وكديره طنجه طنجه وكلشي بخير اخاي ديالي. ايوا بيني وبينك طنجه من المدن الجميله اللي الصيف كان عندكم الدنيا خاويه. قال لك تما واش راه ما كنتيش طايجه؟ نعم انا ما كنتش طايجه في الصيف. اه كنسمعوا شي تصداع عندك. واش عندك ولا من كتسمعيني مزيان انت؟ كتسمعيني؟ انا كنسمعك غير ديالي. ايوا قولي بعدا شحال عندك من عام؟ انا في عمري 19 عام. 19 عام؟ اه. واش 19؟ واش 19؟ 19 ولا 19؟ 19 ديما غيتي. واخا لا واخا لا صافي. ملي عندك 19 يعني تبارك الله دبركي. اش نديرو شي عماريه؟ لا بغيت نديك ما تفايلوا عليك. لا ماما قالت لكم ديروا لي العماريه وغاتها. اسمع باش عارف راه قولها قولها راه سمعوك قولها راه سمعوك. يلا لا العماريه لهاد الطنجاويه. يلا الدرويشه اللي في عمرها 19 عام باقي قول امك تصبر لك واحد عامين اخرى ان شاء الله. بشي الله ديري عقلك. اسمع يا شولا تبارك الله النقاف سمراد النقاف. هو الانسان هو اللي يفرح بنت بلاده ويتمنى الخير لجارته وبنت جارته وولد جارته، واللي كيبغي الخير للناس ربي كيلقي ليه الخير. هذه باش هو ميساج لعباد الله كاملين بحضور الناس ديالنا ديالنا ليكيب ديالنا اللي كنشكرهم بزاف. واي بنت الناس كتناوي المعقول او اي بنت الناس كتقلب على سعدها يا ربي تيسر ليها وتفرح ليها تفرح ونفرحوا بها وتنقي لها طريقها ماشي غير من الشوك من كاع ولاد الحرام وبنات الحرام، لان كاين بنات الناس اللي شحال حاجه ما كتسقمش حيت كيديروا بزاف الحوايج خاصكم تقلبوا في كاين السر. لذلك صاحبي هو راسي وصاحبتي هي راسي. يعني بحال كان كنهضر البنت تقول انا صاحبة راسي. وردوا البال راسكم مزيان. هذاك الراس راه خصو تفورماطا. اسمع والهضره طويله. قال لك السكات خير. ميساج انفوايي